نقرب من الصورة والحدث بشكل أكبر. خلينا نروح سريعا للأستاذ صبري عليبي الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية. يا أستاذ صبري مساء الخير عليك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طبعا يعني في حالة من السعادة الكبيرة هنا في مصر بالأداء الجيد اللي بيأديه فريق العين الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية. أمور بالنسبة له ماشية بشكل جيد جدا، عدى أول مباراة فاز بنتيجة كبيرة كمان على الترجي، كمان وصل للنهائي. يعني الأجواء أكيد كبيرة ورائعة في الإمارات، كمان في السيمي فاينال قدروا إن هم يفوزوا على ريفر بليت في هذه المباراة بضربات الجزاء. عايزينك بس توصف لنا كده الأجواء الخاصة بالعين الإماراتي والجمهور الإماراتي وبتحديد الجمهور الخاص بفريق العين الإماراتي. والله هو طبعا الحالة اللي عملها فريق العين خلال نتائجه في مونديال الأندية يمكن حاجة غير مسبوقة طبعا في تاريخ طبعا الإمارات، وثاني فريق عربي يوصل للمباراة النهائية لكن بعد رجاء المغربي طبعا، لكن وجود العين في المباراة النهائية حدث خيالي لا يصدق. يمكن كان العين بيمر بأسوأ فتراته فعلا قبل خوض المونديال الانديه مباشره، ودع كاس رئيس الدوله امام الوصل، وكان قبلها في قبل انطلاق الموسم كان ودع كاس زايد او دوري الانديه ابطال الانديه العربيه امام فاكس ستيف، وكان في يعني طبعا بطل الاسماعيليه الموسم الماضي دوري والكاس، لكن كعاده اي معظم الفرق العربيه يعني بيحصل دروب دايما بعد الفترات الكبيره. العين كان بيمر بفتره تدهور مستوى وسوء مستوى واضح، ويمكن كان المقدمات ما كانتش طول ابدا للعين ممكن يعمل اللي حصل ده في النتائج في البطوله، وده يمكن اللي خلى فرحه كبيره جدا مستعاده مضاعفه بشكل رهيب. ما حدش كان يتوقع النتائج دي بصراحه بالنسبه لفريق العين. حتى في تصريح للمدرب العين دوران ماميتش هو نفسه بيقول ان انا كنت بعتقد نفسي ان انا بفهم في كره القدم، لكن طلعت مش بفهم في الكوره، لان اللي حصل لا يصدق، شيء خيالي. يمكن اللي خلى سمير العين لعب بالشكل ده يتالق وتفوق بالشكل ده ان هم خدوا المباراه، خدوا البطوله من بدايتها بلا ضغوط، ما فيش اي حد بيطالبهم باي شيء بالظبط. كل اللي كان الناس مركزه عليه ان هو يكون الشكل لائق بالكره الاماراتيه وتعبير جيد عن مستوى الكره الاماراتيه والتطور اللي حصل فيها، وكان الاداره طبعا الجانب التنظيمي والفني اللي موجود في الامارات بتتميز فيه بشكل كبير جدا، بتنظم كاس العالم للانديه للمره الثانيه على التوالي والمره الرابعه في تاريخ البطوله. كان التركيز على ان يستمتعوا قدموا شكل جيد، ما فيش اي مطالبه بنتيجه محدده، ما فيش حد مركز معين بيقول اللعيبه بيقعدوا بيه قبل البطوله، خدوا الموضوع خطوه خطوه، لعبوا المباراه الاولى قدام ولينغتون النيوزيلندي خطوها، فكروا في المباراه الثانيه مع الترجي، كسبوا الترجي وبنتيجه كبيره 3-0 طبعا، وبعدين تاهلوا في مواجهه ريفر بليت. كل التوقعات كانت بتقول ان الفريق الارجنتيني هو الكتيبه الارجح وهو اللي هيحسم المباراه بسهوله. العين قدم مباراه بطوليه ووجد نفسه في النهائي وجها لوجه امام ريال مدريد، اعتقد ان ده في حد ذاته انتصار كبير جدا ما وصل اليه فريق العين، وهم كمان عارفين ان يمكن برده خلاص اللود ما فيش اي ضغوط ابدا عليهم، عشان كده ان شاء الله برده متوقع يلعبوا مباراه كبيره جدا هم امام ريال مدريد في النهائي السبت باذن الله، ويمكن المفاجات تستمر وتكمل ونلاقي العين بطل العالم. هل اصبح عندهم طموح في الفوز بالبطوله، خصوصا ان ريال مدريد الفتره دي مش بيمروا بافضل فتراتهم؟ يعني زي ما احنا عارفين متابعينهم سواء في الدوري الاسباني او حتى في بطوله كاس العالم للانديه، لعبوا مباراه امبارح وفازوا بنتيجه 3-1، وفي بطوله دوري ابطال اوروبا كمان خسروا اخر مباراه ليهم في دور المجموعات. الامور ما كانتش ماشيه بشكل مطلوب بالنسبه لريال مدريد. هل طموح زاد لفريق العين خصوصا بعد المباريات الاخيره في كاس العالم وفوزه؟ ده اللي حصل فعلا بعد الثلاث مباريات، بدات خلاص عند الفريق وعند الاداره وعند الجماهير وعند الراي العام كل الاماراتي. يمكن طبعا في حاله مربوط بمونديال الانديه بكاس اسيا، بطوله الامم اسيا تنطلق بعد ايام تحديدا يوم 5 يناير هنا برضه في الامارات على ارض الامارات، رفع سقف طموح الكره الاماراتيه كلها بشكل عام. كل الناس شافت ليه فريق العين قدر يعمل كده بالنتائج الكبيره دي، يبقى منتخب الامارات كمان قادر ان هو في بطوله امم اسيا يقدر يقدم قدام اليابان وقدام استراليا وقدام ايران وقدام المنتخبات الكبيره. المنتخب السعودي رفع سقف طموحات الكره، جماهير الكره كلهم، مش بس فريق العين وكمان في منتخب الامارات. طبعا. كمان فريق العين عنده دوافع كبيره دلوقتي، حاليا بيلعب قدام ريال مدريد، العالم كله في نظره كبيره جدا على المباراه وفي اهتمام اعلامي طبعا 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 مضاعف عن الثلاث مباريات الاولانيه كمان. امام ريال مدريد الوضع مختلف، زي ما حضرتك بتقول ان الريال في مش في افضل حالاته، لكن يبقى فريق كبير وعنده خبرات كبيره وقدرات لعيبه مميزه، واعتقد النهائي هيكون في المستوى الفني بشكل ممتاز. بس في نقطه واحده بس اللي هي طبعا ممكن تكون شويه في غير مصلحه العين،
العين لعب 330 دقيقه في البطوله الى الان. ثلاث مباريات، المباراه الاولى 120 دقيقه، المباراه الثانيه 90 دقيقه، المباراه الثالثه 120 دقيقه ثاني بضربات ترجيح، وكان في ضغط بدني رهيب على الفريق. اول مره في حياته يلعب ثلاث مباريات في ست ايام. ما حصلتش ابدا في تاريخ اي فريق اماراتي او عربي كمان، يمكن حتى الرجاء لما لعب ما كانش عنده نفس الضغط ده. 330 دقيقه في ست ايام كان صعب جدا على عياده العين، والاستشفاء طبعا مهمه صعبه جدا على الجهاز الفني والجهاز الطبي، لكن لو قدر العين يكمل بنفس الصوره اللي كان شكل عليها ان شاء الله في الثلاث اللي فاتوا هيتعب جدا الريال، وهيكون المباراه الثانيه كبيره. احنا اكيد نتمنى كل التوفيق لفريق العين الاماراتي، وخصوصا ان هو يعني من بلد شقيق وحبيبه لمصر بشكل كبير جدا، وخصوصا ان هم بيضموا في صفوفهم كل من حسين الشحات ويحيى نادر اللي شارك كمان في المباراه الاخيره وظهر بشكل جيد. لكن بالتحديد بقى السؤال الاهم وهو خاص بحسين الشحات، الاجواء هناك او الكلام على حسين الشحات في الامارات عندكم ماشي ازاي؟ هل فعلا ممكن ان هو يرحل بعد كاس العالم للانديه؟ هل الامور ممكن تتغير بعد تالقه اللافت في البطوله بشكل عام؟ هي اكون صريح معاك، الكلام طبعا اللي حصل في مصر في الفتره الاخيره والسوشيال ميديا والكلام ده تردد عن ان الاهلي وان في مسؤول قعد مع حسين الشحات وحصل على توقيع والكلام ده، طبعا الاهلي نفاه تماما وما فيش اي حاجه رسميه فعلا، كلها مجرد كلام واجتهادات من الناس، لكن ده عمل حاله غضب شويه عند الناس هنا، ان طبعا الراجل مرتبط بعقد مع نادي العين وكان عنده حدث مهم زي مونديال الانديه، لكن بعتقد ان هو تالقه طبعا اللافت في كاس العالم للانديه عوض بيه بشكل كبير اللي كان التراجع اللي كان موجود على مستوى البطولات المحليه هنا في الامارات. حسين الشحات نفسه عنده رغبه ان هو يعني يرتقي كمان بافضل من كده، هو حاسس ان عنده بيقدر يديه اكتر من كده، وان هو ما طلعش كل امكانياته في الفتره اللي فاتت، يمكن يكون عنده طموح كبير لسه مع العين لسه ما حققهوش. انا اعتقد وجهه نظري الشخصيه مش معلومه لا من هي من اداره العين ولا من اللاعب نفسه، ان الموضوع في يناير دلوقتي بيكون صعب جدا، ولازم حسين الشحات يكمل مع العين الموسم ده على الاقل، والتفاوض هيكون بعد نهايه الموسم. طبعا كلنا عارفين الميولي اللي عند حسين، كلنا عارفين ان هو مشجع اهلاوي، مش يعني مش بس لا ده مشجع اهلاوي فظيع يعني، كل الناس عارفه كده، وهو امنيه حياته يكون يرتدي سيره النادي الاهلي. بس انا دي يعني قناعتي الشخصيه او اعتقادي الشخصي او اللي بشوف انه ممكن تكون الصوره اوضح، ان هو يكون يكمل الموسم مع العين ويكون في تفاوض بشكل واضح جدا، لان الوقت هيكون ضيق في انتقالات يناير، وهو مرتبط هو كمان بدوريات الدوري المحلي بينافس على الصداره مع نادي الشارقه الاماراتي هنا. هو اللوائح في الامارات بتنص على ان كل فريق يكون عنده كم عدد كم من الاجانب في الفريق؟ أربعة أجانب. طب سمعنا مؤخرا ان العين تعاقد مع اثنين اجانب جداد، هل ده حقيقي؟ موجود فعلا اثنين جداد لعبوا بخلاف الاربعه اللي موجودين؟ هو موجودين فعلا، لعب دومبيا هو الرابع اللي لعب، وطبعا موجود شيطاني وموجود حسين الشحات وموجود كايو البرازيلي، لكن انا بعتقد ان هم شفراته في حسين الشحات بسهوله يعني، طبعا اكيد كمان سعره ارتفع بعد الاداء المميز اللي قدمه في مونديال الانديه. المهم هتكون التفاوض هيكون صعب جدا في الوقت الحالي، انا بشوف وجهه نظر شخصيه بقول لحضرتك مش معلومه يعني، مش معلومه لا من اداره العين ولا من حسين، لكن طبعا يعني انا بشوف ان هي ممكن يكون فرصه التحاق حسين الشحات بصوت الاهلي نهايه الموسم ومع بدايه الموسم الجديد هتكون اعلى بكتير جدا منها في يناير، ولو طبعا حصل في يناير وتم اتفاق لما يعني الموضوع عرض وطلب، ولو يكون في عرض مالي محترم، وطبعا اداره الاهلي باحترافيتها المعروفه وبالتفاوض مع اداره نادي العين اللي هي كمان بتتميز باحترافيه شديده، عارفه مصلحه الفريق فين والنادي فين، ولو هم قدروا يعوضوا حسين الشحات بصفقه موجوده، او لو كان عندهم حد ثاني هيجيبوه جديد في يناير، او في مفاوضات مع حد وهم عندهم رغبه في بيع حسين الشحات، فاعتقد ان يكون افضل مكان ليه هيكون الاهلي، وخاصه ان حسين الشحات نفسه عنده رغبه كبيره في اتمام الخطوه دي. يلا يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للعين الاماراتي ولحسين الشحات وليحيى نادر وكل المصريين المتواجدين هناك في فريق العين الاماراتي. استاذ صبري علي بشكرك شكرا جزيلا، طبعا كان معانا الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه وكلمنا